يا مع الكسلة، شرفتونا اقسم بالله العظيم، شرفتونا ورفعتوا رأس السودان فوق الإدارة وكل من قام بالفكرة. أتمنى إن الفكرة تطبق في جميع أنحاء السودان وفي كل الجامعات، عشان أقسم بالله العظيم الجامعات بدل ما بقت تخرج لنا جيل المفروض يحكم البلد، لا بقت بتطلع لنا صعاليك يزيدوا البلد تعري. وسط البلد ما ناقصة غير ما ناقصة فساد، ما ناقصة تعالي. شرفتونا والله. أنا بتمنى كل الجامعات، قبل كم فترة كنت قبل مدة قريبة أنا كنت بتكلم عن إنه احنا محتاجين ناس يجددوا لنا تراثنا المندفن، تراثنا اللي خلاص بقى يتمسح بالتعري والآثار السلبية الجاية من بره. قدام قدام قدام. أشوفكم في فيديو قريب، موضوع كده مطول عن موضوع التفلتات اللي بتحصل في الجامعات.